السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في حضرة الكتاب. في هذه الحلقة نذهب إلى مجال الإعلام وبالتحديد مجال الصحافة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. لن نتطرق في هذه الحلقة فقط إلى مجال الصحافة بعد قيام الاتحاد، وإنما سنعود إلى بداية هذه الفكرة، فكرة الصحافة هنا في المنطقة. كتابنا تحت عنوان صحافة الإمارات من الهواية إلى الاحتراف للدكتور محمد يونس. في بداية الحلقة نود أن نتعرف على ضيفنا ومن ثم نبدأ حوارنا حول هذا المؤلف. الدكتور محمد أحمد محمد يونس أكاديمي وكاتب صحفي بصحيفة الأهرام المصرية، ولد في محافظة قنا بجنوب مصر ودرس في مدارسها. بدأت رحلته مع القلم منذ أيام الدراسة، وتحديدا مع القصة والرواية والشعر. وعندما بدأ حلمه يكبر مع اختياره لإكمال دراسته الجامعية، توجه إلى جامعة القاهرة ليحصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام من كلية الإعلام عام 1984، ليبدأ شغفه مع الصحافة في هذه المرحلة. وبعدها اختار أن يكمل دراسته العليا في الجامعة نفسها ليحصل على شهادة الماجستير في الاتصال الجماهيري والصحافة عام 1994، أتبعها بشهادة الدكتوراه في التخصص نفسه عام 2000 ميلادية. للدكتور محمد يونس العديد من المؤلفات والبحوث العلمية في الإعلام والصحافة تحديداً، كما شارك أيضاً في كتابة الموسوعات العلمية، ويعد كتابه صحافة الإمارات من الهواية إلى الاحتراف واحداً من أبرز كتبه، ويستعرض فيه العوامل التي مهدت لظهور الصحافة في دولة الإمارات، كما يرصد نشأة الصحافة المحلية والمراحل التي مرت بها، إضافة إلى ملامح تجربة الاحتراف الصحفي في الدولة. وما يزال الدكتور محمد يونس متمسكاً بمهنة البحث عن المتاعب، إذ يعتبرها هواية ومهنة أساسية يواجه بها أعباء الحياة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى بعد أن تعرفنا على مؤلف هذا الكتاب وضيفنا. نسعد ونرحب إذن بالدكتور محمد يونس، وهو الأكاديمي والصحفي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي لك ونتشرف بحضورك معنا في حضرة الكتاب. أهلا بك. كذلك نرحب بالدكتور الأستاذ سيد بخيت، وهو أستاذ الإعلام بجامعة زايد. مرحبا بك أستاذ الكريم. أهلا بك. حياك الله يا دكتور. أهلا بك. نتشرف بك ونسعد أن نكون معك اليوم. أنا أتشرف لك. دكتور محمد يونس، يعني هذا العنوان صحافة الإمارات من الهواية إلى الاحتراف، بدأت المؤلف منذ فترات قديمة، منذ أن يعني انتشرت فكرة أن تكون هناك صحافة في الإمارات أو في المنطقة دعنا نقول. نعم. لماذا هذا المؤلف الذي يسرد تاريخ الصحافة هنا في الإمارات؟ الحقيقة مسألة سرد تاريخ أي مجال مهمة جدا لاستوعاب حاضره ومستقبله. نعم. فبنلقي الضوء على بدايات التجربة الصحفية في الإمارات وكيف تشكلت، خصوصا لها تجربة متميزة لا تقوم على حرق المراحل، وإنما استوعبت التطور على المستوى المجتمعي والإعلامي في سنوات قليلة. نعم، نعم، نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن الصحافة التي ذكرتها في الكتاب، ذكرت أن هذه الصحافة بدأت بتجارب
بسيطة في البدايات، بداية القرن العشرين، كتجارب دعنا نقول من خلال مقاهي أو حتى يعني مبادرات من شخصيات مثقفة، كيف بالإمكان أن نقول أنها تجربة صحفية في تلك الفترة؟ هي الشاهد في هذا الأمر أنه الصحافة الإماراتية عند قراءة تاريخها تجد أنها يعني رغم أنها بدأت متأخر إلا أنها مرت بنفس المراحل اللي مرت بها الصحافة في العالم. فبدأت من الصحافة المخطوطة كما هو الحال في بداية الصحافة في العالم، ولو أنه في وقت متأخر، وابتدت بأدوات خاصة بهم، بأدوات خاصة بأبناء المنطقة. وده بيشير للتميز في يعني كانت في مبادرات فردية رغم ضعف الإمكانيات وقلة الإمكانيات، لأنهم كان عندهم المبادرة والرغبة في إصدار هذه الصحف بمحاولات بدأت فردية. جميل جدا. دكتور، هنا ما الذي دفع المنطقة هنا في الإمارات بالتحديد إلى أن تتغير وتتبادر إلى أذهان بعض المثقفين وبعض الأفراد سواء أصحاب محال أو غيره إلى إنشاء هذه الصحافة أو كما ذكرها المخطوط؟ يعني لماذا جاءت هذه الفكرة متأخرة دعنا نقول عن مناطق أخرى في الوطن العربي؟ عوامل كثيرة أدت إلى أن الصحافة في المنطقة والصحافة في الإمارات تأتي متأخرة عن العالم العربي. على سبيل المثال، أول صحيفة صدرت في مصر كانت سنة 1828. الصحيفة الأولى اللي صدرت في الإمارات 1927، بعد 100 سنة. بعد 100 سنة في الكويت 1928، حوالي 100 سنة في منطقة الخليج بينها وبينها وبين مصر. عوامل كثيرة، عوامل إنه قلة التعليم، قلة المدارس التعليمية، انتشار نسبة الأمية، عدم وجود صراع سياسي يدفع إلى إنه وجود منبر يعبر عن الصراع والاحتكاك، وقلة المتعلمين كانوا في هذه الفترة. كل العوامل اللي أدت إلى تأخير. الصحافة كمان محتاجة إلى مطبعة، محتاجة إلى طباعة. الطباعة ما ظهرتش في منطقة إلا متأخرة، يعني أول مطبعة ظهرت في السعودية ظهرت في 1883، متأخرة. أول مطبعة ظهرت في الإمارات 1953، فتأخر الطباعة اللي هي وسيلة أساسية في الصحافة أخرت. إنه فغياب الخلاف السياسي، غياب الصراع السياسي، قلة التعليم، عدم وجود مطبعة، قلة المثقفين، كل ذاك عوامل أخرت صدور. طيب هنا يعني التساؤل يتبادر دكتور محمد يونس، في القرن 19 ربما كانت الفترة والعيشة وبشكل عام الوضع الاجتماعي متشابه مع الوضع الاجتماعي في بداية القرن العشرين لمنطقة الخليج، متشابه، وجود الاحتلال البريطاني، الحماية، العزلة، لكن هناك حراك بدأ يتغير وهناك نشاط من قبل بعض الفئات المتعلمة لتقوم بهذا النشاط الصحفي في بداية القرن العشرين. ما الذي تغير في بداية القرن العشرين؟ هي عوامل كثيرة جدا. في عوامل يعني كانت في عوامل سياسية، هو قدر منطقة الخليج إن كانت محل طمع القوى العظمى في العالم على مدار تاريخها، يعني بسبب موقعها الجغرافي في الماضي وبسبب تأمين النفط في الحاضر. وفي بداية العشرين كان في صراع بين القوى الموجودة المسيطرة اللي متمثلة في الخلافة العثمانية وبين القوى الغربية اللي كانت تريد أن ترث ميراث الرجل المريض للدولة العثمانية. في الفترة دي سادت فترات التحرر الوطني بشكل عام في المنطقة العربية. جميل. بعد أن ثبت ضعف الدولة العثمانية وعدم وفقها بالتزاماتها، ويعني تدهور فكرة يعني قيامها بمسؤولياتها تجاه الإمارات الولايات التي تسيطر عليها. نعم. فبدأت من هنا تظهر محاولات للتحرر من السيطرة، خصوصا مع قيام الحرب العالمية الأولى، وابتدت أمور كثيرة تظهر خصوصا الجوانب القومي والدعوات الوطنية والقومية اللي ظهرت قبل كده في مناطق كثيرة من العالم. وبرضو مع وجود التعليم، وكان في مناطق عربية يعني، ابتدت بعض البعثات للدول الأوروبية طلعوا على المناخ الحرية الموجود والتطور، وابتدوا يتساءلوا لماذا نحن هكذا، ما هو السبب. فكان جزء أساسي يتعلق بوجود الاستعمار يعني.
من هنا ابتدت تظهر الحاجة إلى وجود صحافة تعبر عن هذا الرأي العام الذي يبدأ ظهر بشكل في هذا الفترة. جميل. من التاريخ. جميل. إذن هذه إحدى الجوانب، يعني إحدى العوامل دعنا نقول الثقافية والإعلامية التي دفعت إلى منطقة الخليج إلى أن تظهر فيها نوع من الصحافة. أول دول الخليج التي ظهرت فيها الصحافة ودعنا نقول ظهر فيها الحراك الصحفي، إن كان يمكن أن نسميه حراك صحفي، هو ظهر بشكل رسمي في مكة المكرمة بإصدار صحيفة الحجاز عام 1883، ولكن دي كانت ناطقة باسم الدولة العثمانية. إنما لو تحدثنا عن الصحافة اللي نشأت من ابن الخليج، بدأت في الكويت عام 1928، وفي الفترة دي برضو ابتدت في الإمارات في 1928 في الكويت و27 في الإمارات. اللي هي صحيفة الكويت عمان؟ في الكويت في الكويت بدأت بصحيفة مطبوعة، إنما في الإمارات كانت بدأت بصحيفة مخطوطة. جميل، جميل جدا. هنا دكتور سيد بدأ دعنا نقول نوع من الوعي يصل إلى هذه المنطقة، ومن خلال كما ذكر العوامل السياسية بعض حركات التحرر إلى آخره. ما الذي ساهم في تطور مثل هذه الصحافة من فترة إلى فترة أخرى؟ يعني فترة زمنية ظلت الصحافة قابعة في إطار المخطوط، بعد ذلك تطورت. ما الذي ساهم في ذلك التطور في وقت لاحق؟ خليني أرجع القليل وراء، أنه اللي ساهم في التطور كان تعليم زي ما قال دكتور محمد، الإرساليات، احتكاك التجار في الخليج بالهند، سفرهم إلى الهند، وجود بعض التيارات، الصراعات بين التيارات، تيارات إصلاحية وتيارات محافظة في قطر وفي البحرين وفي الكويت، وجود بعض البعثات التعليمية من الكويت إلى الإمارات ومن الإمارات إلى مصر، كل ده عوامل ساهمت في أنه أدفع بأنه تزيد الحاجة إلى الصحافة، إلى أن بدأ الأفكار المتعلقة بتكوين الاتحاد في الإمارات. ده أعطى دفعة أساسية، بدأت القادة الأساسيين مؤسسي الدولة يدركوا أن الإعلام عامل أساسي في نهضة وفي إنشاء الاتحاد. فبالرغم أن بدايات الصحافة وبدايات الصحافة بدأت قبل نشأة الاتحاد، إلا أنه معظم الصحف الإماراتية واكبت ونشأتها وتأسيسها مع تأسيس الاتحاد. يعني صحيفة الخليج سنة 1970 مع بدايات الاتحاد، صحيفة قبلها كان 69 صحيفة الاتحاد واسمها اشتق أو تم استقاؤه من الاتحاد كتعبير عن الكيان الوحدوي. جميل. الجديد. جميل. ففي الفترة دي، فترة الاتحاد، فترة نشأة الدولة الجديدة، عنصر أساسي من نشأة الدولة محتاج يكون في إعلام يعبر عنها ويعبر عن الفكرة الوحدوية الجديدة، فظهر الاتحاد عقبها الخليج وكان الفجر والوحدة، إلى أن جاءت في الثمانينات ظهرت صحيفة البيان. جميل، جميل جدا. هنا دكتور محمد، إذا ما عدنا للوراء، ذكرت أن هناك عوامل سياسية وعوامل إعلامية أدت إلى ظهور الصحافة، وأيضا هناك عوامل اجتماعية. ما هي العوامل الاجتماعية التي دفعت إلى ظهور الصحافة عندنا؟ هي العوامل الاجتماعية كانت في منطقة الخليج بشكل عام تتعلق بالمجالس والديوانيات، ودي كانت بمثابة يعني أوائل الاتصال الإنساني والاجتماعي بين الشعوب والحكام أو بين الأمراء والشعوب. وفي هذه المجالس كانت يعني يتم صفقات تجارية، كان يتم مثلا الصلح بين العائلات، كان يتم أشعار، أبيات شعرية، قصائد. كانت المجالس مصدر للإعلام أو للصحافة، وفي الوقت نفسه شكلت الجمهور الإعلامي. فدي دفعت خصوصا في الكويت مثلا تجربة الديونيات والأندية الاجتماعية والثقافية كانت. نعم. وراء ظهور بعض الصحف في الكويت. جميل، جميل. وظلت المجالس مثلا كان مثلا أول صحيفة طلعت في العين، صحيفة النخي، كانت برضو من ضمن المصادر بتعتمد عليها في الحصول على أخبارها مجلس الشيوخ في العين. هذه ما ذكرتها من صحف كانت عبارة عن كما ذكرت صحف خطية أو مخطوطة، يعني في الإمارات. نعم، في الإمارات. طيب الآن دعنا نقول هذه التجربة أكيد تولدت نتاج مثلا صحافة واردة من الخارج،
رسائل بريد ربما كان يأتي من الخارج. لو تحدثنا عن هذه الرسائل أو ربما الصحف أو حتى البريد الذي كان يصل من الخارج والذي وصل إلى عقول وأذهان بعض أفراد المجتمع هنا لكي ينتجوا مثل هذه الصحافة المخطوطة. هو قبل ظهور الصحافة المخطوطة كان في نوعين من الوسائل الإعلامية اللي هي الصحافة الوافدة والرسائل الإخبارية. الصحافة الوافدة يعني مرت بمرحلتين، مرحلة قبل الحرب العالمية الأولى، ودي كانت بتصل الصحف إلى أبناء الخليج ومن بينهم الإمارات مع التجار ومع الرحالة. وبعد بدأ من عام 1869 بعد افتتاح قناة السويس بدأت تصل مع السفن التي تعبر قناة السويس إلى منطقة الخليج. جميل. بدأت تصل صحف مصرية زي صحيفة مثلا الرسالة، وقبلها صحف العروة الوثقى لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والمنار لرشيد رضا وبعض الصحف الأخرى. كمان زاد من ذلك أنه البعثات التعليمية لأبناء الخليج في الدول العربية اللي فيها صحف كانوا يطلعوا الصحف وبيحضروها معهم. كذلك المعلمين اللي كانوا بيدرسوا في منطقة الخليج كانوا بيحضروا هذه الصحف. جميل. فتعرف أبناء أبناء الإمارات وأبناء الخليج على هذه الصحف وابتدوا تظهر فكرة محاكاة أو إصدار صحف بأدواتهم تشابه هذه الصحف. أضف لذلك شيء يسمى الرسائل الإخبارية. في نوعين من الرسائل، في رسائل الرحالة وفي الرسائل الإخبارية. نعم. الرسائل الرحالة دي يعني تميزت في منطقة الخليج بحرص بعض الرحالة وبعض النواخزة أثناء جولتهم على تسجيل الأحداث والمشاهدات والمرئيات. جميل. وحينما يعودون يذكروها للمقربين إليهم. جميل. ومنهم طبعا ابن ماجد أشهر رحالة. ومن هذا السبب بيرى بعض الباحثين والكتاب في الإمارات أنه الكتابة الإعلامية بدأت من 5 قرون. جميل. مع كتابات ابن ماجد ومنهم عبد الغفار حسين، بيرى أنه الكتابات اللي كان الرزمانات اللي كان بيعملها ابن ماجد تعتبر أول أشكال إعلام، أنه كانت فيها أحداث خلال رحلاته مثل التقارير أو يعني بيشوف مشاهدات أثناء رحلاته البحرية وحينما يعود يحكيها وتتناقلها الناس، فده يعتبر شكل من أشكال الرسائل. النوع الثاني بسموها الرسائل الإخبارية. جميل. الرسائل الإخبارية دي ابتدت تظهر بشكل كبير في الحرب العالمية الأولى مع قلة وجود وسائل إعلام موجودة، الصحف وما إلى ذلك، اعتمدوا على هذه الرسائل، وكان بيقومها بعض الرحالة وبعض التجار بيبعتوا رسائل على الأحداث في الدول الأخرى إلى زاويهم. نعم. بعضها كانت رسائل رسمية، يعني كانت الوكالة البريطانية في البحرين بتبعت رسائل لأمراء وشيوخ المنطقة تعلمهم بمجريات الحروب في المناطق القريبة منهم. فالعوامل دي برضو مهدت لظهور الصحافة المخطوطة وبعد كده الصحافة المخطوطة. جميل جميل جدا. دكتور سيد، أنا أود أن أتساءل يعني إذا تسمح لي أيضا حول نقطة أن هذه الصحافة التي ظهرت في بدايات القرن العشرين هنا في الإمارات مثلا كصحيفة عمان، كصحيفة النخي، كتجربة أيضا في العين صحيفة مخطوطة، لم تستطع الاستمرارية. هذا التساؤل أريد أن تجيب عليه إذا تسمح دكتور سيد بعد هذا الفاصل. إذا فاصل وبعده نواصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامج في حضرة كتاب، ونحن نناقش هذا العنوان صحافة الإمارات من الهواية إلى الاحتراف للدكتور محمد يونس. قبل الفاصل كنا قد تساءلنا دكتور سيد حول لماذا لم تستطع هذه الصحافة المخطوطة التي ظهرت في الإمارات الاستمرارية في تقديم مضمونها الإعلامي. دعني قبل أن أجيب أشير إلى بعض التجارب اللي ذكرتها. نعم. لكنه من باب الإنصاف، الشخصيات الصحفية البارزة اللي ظهرت في الفترة هذه، إبراهيم المدفع بصحيفة عمان وبصحيفة العمود 27 و33 وصحيفة صوت العصافير اللي صدرت 34، والظاهرة الجميلة اللي مصبح عبيد الظاهري اللي أصدر صحيفة النخي، ورحمه الله ربنا توفاه فقط من أسابيع قليل. نعم. أسابيع قليل، وكان ظاهرة مميزة في الصحافة الإماراتية بصحيفة النخي، الصحيفة اللي بتكتب على الكرتون أو تكتب على أوراق صغيرة، والرجل كان لديه مقهى وأراد أنه هو يروج لمقهى، فشاف أن أفضل وسيلة أنه هو ينقل الأخبار. بين الأخبار الجميلة اللي كان نشرها أنه الشيخ خليفة، صاحب السمو الشيخ خليفة، اشترى ماكينة للري
ونشر الخبر في الصحيفة بتاعته أنه في ماكينة تستطيع أن تروي مئات الأمتار من الأراضي، فالناس ساعدت بهذا الخبر وانتقلت إلى قصر الشيخ خليفة حتى ترى الماكينة هذه بأنفسها. فهذا الشخص الذي تعلم في الكتاتيب، الشيخ زايد تقصد، الشيخ خليفة، الشيخ خليفة نعم. الشيخ خليفة بن زايد الأول، الشيخ خليفة بن زايد الأول. فهذا الشخص كان شخص فرد، مجرد شخص فرد، مصبح بيت كان مجرد شخص فرد، إبراهيم المدفع كان مجرد شخص فرد. جميل. مصبح كان يريد أن يروج لمقهى ويروج لتجارة من خلال هذه الصحيفة. وتفتق ذهنه على أنه أفضل وسيلة هو نقل الأخبار، وأن يكون مقهى وسيلة إعلامية متنقلة تنقل الأخبار وتربط الناس بعضها البعض وتنشر أخبار المواليد وغيرها منه. فكل التجارب الأولى كانت تجارب فردية وكان بعضها ذات طابع تجاري، هذا الشخص الذي يرغب في ترويج لمقهى. لكن صحيفة صوت العصافير من بين الأشياء المهمة إن كان لم تكن صحيفة فردية، كان مجموعة من الشباب الإماراتيين من الإمارات ومن الكويت ومن البحرين تعاونوا على نشر هذه الصحيفة اللي كان لها بعض التوجهات السياسية. فالفترة الماضية كان مجرد تجارب فردية، كان بعضها لها بعض التجارب الرغبات التجارية إنه لم تكن تنتشر بشكل كبير، لأنه كان من الصعب عليهم أن يخطوا بيديه العديد من الصحف، فكان يطبع عدد نسخ قليلة من الصحيفة. الفترة هذه لم تكن، لا توجد وسائل اتصال، لم تعرف لا هاتف ولا تليكس ولا، فكان يصعب عليه أن يتواصل وأن يجمع الأخبار. لا يمكن بصراحة وصفها بأنها تنطبق مهنة صحفية متكاملة وتنطبق عليها الحرفية الصحفية، مجرد جهود فردية رغبة في نقل الأخبار، فلم تكتمل لأنها فردية، لأنها لم تأخذ الطابع المهني أو الطابع الصحفي، لم تكن صناعة متكاملة، لم تتوفر وسائل التواصل اللي تمكنها من الاستمرار وأنها تحيا وأنها تنتشر. وإن بدأت في الستينات مع خاصة مع أخبار دبي، وأخبار دبي كانت تطلع عن بلدية دبي، كانت مجلة مميزة، مجلة بالألوان، مجلة ذات طابع سياسي، مجلة ليها وجهة وليها رؤية، مجلة انتقدت حتى البلدية في حد ذاتها، وكانت بتعبر من مجموعة من المجموعات. فالفترات الماضية كانت مسارات فردية، لكن مع نهاية الستينات بدأت تأخذ الطابع المهنة والصناعة والجماعية. جميل، جميل جدا. إذا ما ذهبنا دكتور محمد يونس إلى تفاصيل أدق فيما يتعلق بالصحف أو هذه التجارب، دعنا نقول إن صح التعبير في تلك الفترة، إذا ما ذهبنا إلى مثلا صحيفة عمان أو صوت العصافير، كيف كان مظهرها، كيف كان شكلها، كيف كان مضمونها، ماذا تتناول بالضبط، كم صفحة مثلا إذا نستطيع أن نقول أنها كانت تكتب مثلا بصفحات؟ حتى هي كانت الأول صحيفة عمان، هي اللي صدرت أول صحيفة خطية في الإمارات، وأصدرها إبراهيم المدفع، وكانت بتقوم على جهد فردي وتكتب بخط اليد، وكان الطريف أنه كان بتكتب بالحبر المستخرج من سمك الحبار. هذه جميل، يعني ده يبين لك لأي مدى استخدموا الأدوات المحلية لإصدار الصحيفة، عدم تواجد الإمكانيات ما فيش طبعا. كان تعمل يعني يصدر منها 5 نسخ أو 6 نسخ، لأنه بتكتب بخط اليد. نعم. وكانت بتضم يعني بعض الأخبار الوردة في الصحف الوفيدة اللي تحدثنا عنها سابقا. جميل. من المنطقة العربية، وتضم بعض الأخبار اللي السلع وبعض القصائد الشعرية، وهي استمرت سنة واحدة صحيفة عمان فقط. إنما التطور النوعي زي ما قال دكتور سيد حصل في صوت العصافير، لأنه الأولينية كانت فردية، الثانية كانت فريق عمل. صوت العصافير طورت العمل بحيث أنه أخذت منح سياسي، يعني هاجمت الوجود البريطاني في الشارقة والضابط البريطاني هناك، واضطرت حتى المعتمدية البريطانية أنها تصدر نشرة للرد عليها توضع في نفس المكان اللي بتوضع فيه الصحيفة. فده بيبين لك مدى التأثير اللي كانت تعمله صوت العصافير بالمقارنة بعمان وبالمقارنة بالنخي. يعني النخي كان مشروع تجاري كما قال الدكتور سيد، والعمان كانت مبادرة فردية، إنما صوت العصافير كان فريق عمل، كان فيه التوجه السياسي، كان لها تأثير موجود. طيب دكتور، هنا ربما يأتي تساؤل، هل كانت بالفعل تستطيع أن توجه رسائل مثل هذه الصحف؟ عندما يعني نتحدث عن الإعلام أو الاتصال بشكل عام، هناك مرسل ومرسل إليه، هل بالفعل كان هناك مرسل إليه بالإمكان أن يتلقى مثل هذه الصحف ومضامينها، خاصة أن نسب مثلا التعلم كانت نوعا ما ضعيفة،
الوعي لم يكن بذلك الوعي السياسي أو العلمي أو الفكري أو الثقافي. هو كانت الـ يعني النسخ محدودة التي بتعلق في الأسواق، يعني هي تكتب خط اليد وتعلق في الأسواق، وكان عدد القراء قليلين كذلك، لكن كان في موجود القراء موجودين من قبل، يعني من بداية العشرينات القرن الماضي أصبحت في مدارس شبه نظامية في الإمارات، وقبلها كانت الكتاتيب. ومن هذه المدارس ومن هذه الكتاتيب بدأ الرعيل الأول للصحفيين، يعني إبراهيم المدفع تعلم في هذه الكتاتيب وهذه المدارس، كذلك مثلا في البحرين عبد الله الزايد تعلم في الكتاب اللي أسس أول صحيفة لصوت البحرين هناك، كذلك عبد العزيز رشيد في الكويت اللي أسس أول صحيفة. فالتعليم على محدوديته ما كانش في مدارس، حتى قبل المدارس كان فيه كتاتيب. نعم. صحيح كان قليل لكن كانت بمقاييس ذلك الزمن تصل لمسمى بالنخبة الموجودة. جميل 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 جدا. إذن هنا دكتور سيد دعنا نقول السمات التي اتصفت بها هذه التجارب الصحفية إن صح تعبيرها بتجارب صحفية وليست، إذن هي مخطوطة باليد أيضا، ماذا نستطيع أن نقول؟ مخطوطة باليد، محدودة الانتشار، بدايات للعمل الصحفي، لا يمكن القول أنها محترفة أو حرفية من ناحية صحفية، لكنها كانت وسيلة تواصل، وسيلة ربط المجتمع ببعض البعض، وسيلة للانفتاح على المجتمعات الأخرى سواء كان الهند أو مصر أو الكويت أو بعض الدول العربية. كانت وسيلة تعبر عن بعض القضايا، كانت وسيلة تلبي احتياجات المجتمع، قوافل، إحصائيات، مواليد، زواج، أعراس، ميلاد، كانت تلبي احتياجات. صحيح تجارب محدودة لكنها كانت تفي بالغرض في 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 حينها. جميل جدا. ذكر الدكتور سيد هنا أن عام 1961 وكما أشرت قبل قليل بأن المجلة التي صدرت في بلدية دبي هي تعد التجربة الصحفية الاحترافية الأولى ربما في الإمارات، كيف نستطيع أن نؤكد على هذه النقطة دكتور محمد؟ هو في اختلاف بين الباحثين حوالين بداية الصحافة المطبوعة، في بعض بيعتبرها مع صدور صحيفة مجلة أخبار دبي، وفي بعض بيعتبرها مع صدور الديار العمانية، وأعتقد الديار العمانية كانت 61 وأخبار دبي كانت 69 زي ما الدكتور الديار سيد. العمانية كانت أين؟ كانت تصدر برضو في منطقة في الشارقة وفي دبي في المنطقة دي، والمشكلة إن كانت هذه الصحيفة رغم إنها مطبوعة لكن مطبوعة بطريقة بدائية، بطريقة بيسموها ستنسل، فبالتالي غالبية الصحفيين في تاريخ الصحافة اعتبروا إن أخبار دبي لأنها كانت بتطبع بطريقة أفضل هي بداية الصحافة المطبوعة. نعم. وده بيختلف عن الصحافة الاحترافية. الصحافة الاحترافية ظهرت مع ظهور صحيفة الاتحاد عام 1969 وبعدها الخليج ثم بقية الصحف الأخرى. إذن المجلة هذه لا تعتبر صحافة احترافية في تلك الفترة، تعتبر صحافة مطبوعة، بداية الصحافة المطبوعة، صحافة مطبوعة. لكن لم تكن مؤهلا أن تكون محترفة من خلال ما كان يتم التناول. عشان تتحدث عن صحافة احترافية يجب أن تتحدث عن مؤسسة فيها محررين وفيها مخرجين وفيها طباعة وفيها إداريين، وهذه المسألة تبلورت مع صحيفة الاتحاد بشكل أكثر. هي طبعا بداية مهمة، أخبار دبي كانت بداية مهمة، وبدأت الأول تابلويد ثم أصبحت صحيفة مجلة، تطورت بعد ذلك واهتمت بأخبار البلدية وصارت وحتى ابتدت تنقد البلدية نفسها يعني. نعم. وكانت فعلا قدمت تجربة مهمة. لكن حينما تحدث عن الصحافة الاحترافية البعض بيعتبر أنها بدأت، يعني ممكن تكون بدأت بأخبار كبداية لها لكن تبلورت بشكل جيد بشكل معقول مع ظهور صحيفة الاتحاد وبعدها الخليج وبقية يعني الصحف الإماراتية. من بعض الأشياء المميزة لها أنه قال أول صحيفة تصدر بالألوان، فهذا شيء كان مميز في صحيفة أخبار، إن عدد النسخ اللي صدرت منها كان أكثر من 8000 نسخة، فعلى الأقل بدأت يعني وكأنها تبدو وكأنها صحيفة، تنوع موضوعاتها. نعم. وكأنها كانت صحيح زي ما قلت دكتور محمد، الصحافة الاحترافية الكاملة ظهرت مع نشأة الاتحاد وما بعدها، لكنه على الأقل كانت في بذور البداية. أنت دكتور محمد يعني قسمت الصحافة في كتابك الصحافة الاحترافية إلى مرحلتين، كيف هي هذه المرحلتين؟
المرحلة الأولى بتبدأ من صدور صحيفة أخبار دبي، مجلة أخبار دبي، حتى عام 1995. إذن يعني أنت اعترفت بأن هذه هي مرحلة احترافية. نعم نعم طبعاً، لا شك في ذلك. للصحافة بداية ممتاز. المرحلة الاحترافية بدأت بأخبار دبي. في هذه المرحلة يعني صدرت حوالي 185 صحيفة ودورية على مجلة صحف عربية وأجنبية. المرحلة دي تميزت بظهور الصحف المؤسسية، يعني الصحافة بشكلها المؤسسي. نعم. أصبح هناك مؤسسة، أصبح هناك محررين، أصبح في منتج صحفي مطبوع يوزع وهكذا. إنما كانت من أبرز يعني سمتها ضعف العنصر المواطن فيها، أو اعتمادها على الخبرات العربية الموجودة. جميل. وكانت أيضا بتلقى دعم حكومي، سواء دعم مباشر أو دعم غير مباشر من خلال الاشتراك في هذه الصحف وتوزيعها. الدوائر الحكومية تشترك في هذه الصحف وتوزعها لموظفيها. برضو ابتدت تهتم باقتناء الوسائل الطبعية، وفي البداية كانت بتطبع خارج الإمارات، كانت تطبع في الكويت وفي لبنان، ثم بعد ذلك ابتدت تنشئ مطابع داخل الدولة. جميل. جميل جدا دكتور سيد. إذن الحاجة ربما السياسية هي التي انتقلت بالصحافة الاحترافية كما ذكر إلى مرحلة ثانية، وأيضا أشرت أنت في بداية الحلقة إلى ذلك، بروز أو بوادر قيام الاتحاد أدت إلى تشكل أول صحيفة اللي هي صحيفة الاتحاد عام 69، بعد ذلك صدرت الخليج عام 1970. هنا المواضيع التي تناولتها هذه الصحف، هل كانت مقتصرة على المحليات أم كانت أيضا تتناول الجوانب العربية والعالمية؟ في البداية صحيفة الاتحاد كانت مهتمة كثير بالأخبار المحلية. صحيفة الخليج كان ذات طابع قومي عربي، اهتمت بأخبار قومية وعربية بالإضافة للطابع المحلي. صحيفة الخليج واجهت بعض المعاناة السياسية في الفترة الأولى، لأنها انتقدت جاه إيران وانتقدت السلطات البريطانية، فواجهت بعض الصعوبات، فكان لها طابع سياسي، لم تقتصر فقط على الموضوعات المحلية، لكنه كل الظروف كانت بتحتم وجود صحافة. دولة جديدة تنشأ بشكل جديد، مفهوم جديد، مفهوم محتوي جديد، محتاج لسان إعلام يعبر عن هذا الكيان الجديد، موضوعات مختلفة، خطط للتنمية، خطط لإنشاء دولة بشكل كبير بشكل جديد، فده كان محتاج وسيلة إعلام. وفي الفترة دي زي ما قال دكتور محمد شهدت مجموعة كبيرة من الصحف، وفعلا شفنا كل سنة كنا نشهد أكثر من صحيفة، الاتحاد، الخليج، الفجر، الوحدة وما تلاها من صحف كثيرة، حتى إنها وصلت زي ما قلنا 185 صحيفة، وهذا رقم كبير. بالإضافة مش مجرد الصحافة اللي بتصدر على المؤسسات، الصحافة اللي بتصدر في الإمارات، الصحف اللي بتصدر على المؤسسات، الصحف اللي بتصدر عن النوادي، الصحف اللي بتصدر عن الجمعيات، الصحف الثقافة. التنوع في الفترة دي شهدت مجموعة وتوليفة من الصحف، فترة عامرة من الصحف في 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 الإمارات من بدايات السبعينات إلى 95. بعد 95 انتقلت الصحافة الإماراتية لمرحلة جديدة. جميل جدا. وصفت هذه المرحلة الثانية بالنضج والتطور في كتابك، نود أن نتحدث عن هذا النضج والتطور وأبرز الصحف التي انتشرت، وما أسباب أن بعض الصحف استطاعت أن تستمر وتنتشر وبعضها بدأ يضمحل وينتهي، وبعضها فقط استمر بالدعم الحكومي بعد هذا الفاصل دكتور محمد يونس. إذن فاصل ونكمل حوارنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج في حاضرة الكتاب، وما زلنا مع كتاب صحافة الإمارات من الهواية إلى الاحتراف للدكتور محمد يونس. دكتور محمد، كنت قد تساءلت قبل الفاصل حول مرحلة النضج والتطور وأهم وأبرز الصحافة التي استطاعت الاستمرارية، ولماذا توقفت أو اضمحلت بعض الصحف الأخرى؟ احنا ذكرنا أن الصحافة الاحترافية مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى مع صدور مجلة أخبار دبي عام 1965، واستمرت حتى 95، يعني حوالي 30 سنة. والمرحلة الثانية بدأت من عام 1995 وتستمر حتى الآن. والمرحلة الثانية هي مرحلة النضج لعدة أسباب. أولا، النضج فعلا حصل نتيجة تراكم المعرفة والخبرة في هذه الصحف، بدأت من الفترة دي وارتبطت ب 95 لأنه ابتدى الاحتكاك مع الإنترنت ومع التكنولوجيا المعلومات. كذلك المرحلة دي تميزت بزيادة الكادر الوطني في الصحافة،
الإماراتية، لأنه ابتدى أبناء الإمارات تخرجوا من الجامعات وأقسام الإعلام والصحافة سواء داخل الدولة أو خارجها، ابتدوا يرفضوا الصحف الوطنية بكوادر مواطنة. الآن أصبح هم الذين يقودوا العمل الصحفي في الصحف الإماراتية. جميل. كذلك أبرز ملامح هذه المرحلة صدور النسخ الإلكترونية من الصحف الإماراتية. بدأت في الأول بصفحات، يعني بعض الصفحات على الإنترنت، ثم تطورت أصبحت الصحيفة كاملة، ثم تطورت إلى بوابات إلكترونية ومواقع إلكترونية تكاد تكون منفصلة عن الصحيفة الأصلية. بمعنى أنه الأول كانت بعد الطبع يتم بس النسخة الإلكترونية من الصحيفة. نعم. الآن أصبحت هناك مواقع إلكترونية للصحف شغالة على مدار الساعة، ويمكن لديها موضوعات يعني مختلفة قليلاً عن الموجود في الصحيفة الأصلية. نعم. نعم نعم. طيب أيضا أنا كنت أتساءل حول بعض الصحف التي استطاعت الاستمرار مثل الاتحاد وانتشارها وتطورها، لكن هناك أيضا كان ظهور أيضا للوحدة والفجر، لكن هذه أصبحت يعني نوعا ما رسمية ومدعومة ربما من بعض الجهات الرسمية كالحكومات، أو لماذا استطاعت بعض الصحف الاستمرارية والتطور والانتشار وبعض الآخر ظل في قالبه المعتاد؟ هو طبعا يعني بعض الصحف، يعني صحيفة الاتحاد أصلا عبرت عن شوق الأبناء الإمارات في الاتحاد، وهي صحيفة رسمية للدولة، وواكبت مرحلة بناء المؤسسات. يعني تندهش أنه لما كانت بعض التحقيقات تنشر حتى في الاتحاد بعنوان الشعب يريد، يعني تعبير الشعب يريد ده بدأ في صحيفة الاتحاد. يعني أنا وأنا بعمل بقلب في الصفحات القديمة تحت هذا العنوان، الشعب يريد بناء مدارس، الشعب يريد بناء مستشفيات، الطرق، وهكذا. كان في زخم طبعا، كل غالبية الصحف اهتمت بالتغطيات دي، لكن في أسباب إدارية، أسباب خاصة بسياسة التحرير، طريقة الإدارة، يعني خلت بعض الصحف تقل قليلا. يعني محتاجة طبعا بحث ودراسة عن لماذا يعني قل دورها. هي موجودة، بعض الصحف موجودة، ولكن نعم. دورها، وده طبيعة يعني طبيعة الأشياء. في هناك يعني حتى في شركات بارزة، وشركات نوكيا مثلا تراجعت وكانت من أشهر شركات الهواتف. صحيح. يعني صحيح خذ حضرتك. وطبعا بالتأكيد في أسباب أخرى تحتاج فعلا للبحث، وده سؤال مهم جدا، لماذا تراجعت بعض الصحف أو دورها أصبح محدود، ولماذا استمرت بعض الصحف؟ أريد بس أؤكد على بعض الأشياء الخاصة بالصحافة الإماراتية في مرحلة النضج. الصحافة الإماراتية صحافة مميزة من عدة جهات. صحافة بتتسم بأنها صحافة محافظة، صحافة ليست صحافة إثارة، صحافة مرتبطة بالدولة وسياساتها وخططها التنموية، صحافة تضاهي معظم الصحف الأخرى سواء في مادتها التحريرية أو في إخراجها أو في تقنياتها. الصحافة لها سمت مميز أنها خليط من العنصر المواطن ومع العنصر الموافد. صحافة بتستقطب أبرز الخبرات وأفضلهم. صحافة بتقدم نتاج مميز. صحافة بملاحقها وتخصصاتها قد تفوق ملاحق وقد تفوق صحف أخرى. صحيفة الخليج في بعض الأحيان تصدر في 100 صفحة على سبيل المثال، وهو عدد مهول من الصفحات. في فترة النضج دي أعتقد شهدت سمات مميزة لصحافة الإمارات، وخاصة في الإطار العام، أنها صحافة أخلاقية، صحافة منضبطة، ليست صحافة إثارة، صحافة تواكب مجتمعها، صحافة تلبي رغبات مجتمعها، صحافة ليست عليها خلافات كثيرة لأنها تواكب تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتعبر عنه بسلاسة بدون شقاقات، بدون خلافات، بدون فضلا عن أؤكد على التطور الإخراجي والتطور التقني فيها والمصادر الصحفية الكبيرة، مميزة أعتقد في منطقة الخليج وفي العالم العربي. ولما ننتقل للصحافة الإنجليزية، أعتقد كمان الصحافة الإنجليزية في الإمارات صحافة مميزة، والمجلات في الإمارات أعتقد المجلات الإماراتية تضاهي مجلات أخرى، مجلة ماجد المميزة، مجلة زهرة الخليج المميزة، مجلات مميزة في الإمارات تركت بصمة حتى في تاريخ الصحافة العربية. مجلة منار الإسلام برغم أنها غير مشهورة الآن، لكنه لفترات من السبعينات وما تلا في الثمانينات وحتى الآن، عمرها الآن حوالي 36 عام، مجلة مميزة في العالم العربي تضاهي مجلة العربي الكويتية ومجلة الدوحة القطرية، لها بصمة وتاريخ. لا أحد ينكر مجلة زهرة الخليج أو مجلة ماجد وغيرها. فأعتقد الصحافة الإماراتية بمجلاتها، بإصداراتها الإنجليزية، بإصداراتها العربية،
تضع الصحافة الإماراتية في مكانة مميزة من الصحافة العربية. جميل جميل جدا. حول الخليج أعتقد أيضا أن المرحوم يعني عبد الله تريم عمران وعبد الله عمران كان لهم أيضا انشغالات سياسية في بداية تكوين صحيح. الاتحاد يعني مع كونه سفير ومع كونه وزير أعتقد أن ذلك أشغلهم قليلا حتى عن صحيفة الخليج في فترة المجلس من الوطني الاتحادي. نعم ومن ثم عودة الصحيفة مرة أخرى صحيح. فيما يتعلق بصحيفة الخليج ظهرت أيضا صحيفة البيان بعد فترة من الزمن وظهرت بالصفحة المختلفة عن الصفحات الأخرى نعم. البرتقالية حبذا لو تحدثنا عن ظهور صحيفة البيان وأيضا ظهورها مشابه لصحيفة الفاينانشال تايمز أفتكر البريطانية طبعا صحيفة البيان صدرت عام 1980 وأرادت أنها تتميز عن كانت قبل كده موجودة صحيفة الاتحاد وصحيفة الخليج والبيان صدرت عن حكومة دبي ودبي بطبيعتها بلد تجاري فإدت اهتمام أكثر للجوانب الاقتصادية وذلك يعني أخذت الأرضية البرتقالية شباب الصحيفة الاقتصادية الشهيرة فاينانشال تايمز ومن هنا ابتدت أنها تترك بصمة مختلفة مغيرة تهتم قوي أكثر بالجوانب الاقتصادية بحركة التجارة وقطعت صوت كبير في هذه المرحلة وتتميز البيان برضو أنها من فترة أخرى تقوم بتطوير في على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون وعلى مستوى الكتابات ويعني بشكل حتى في فترة قصيرة يعني وأيضا تصدر ملاحق أسبوعية وملاحق مميزة وملاحق يومية رياضية واقتصادية وما إلى ذلك. جميل جدا. أشار الدكتور سيد إلى الصحف الأجنبية غلف نيوز وغيره من الصحف في دولة الإمارات أيضا هذه ظهرت هنا وبدأت تنتشر أسباب انتشارها في رأيك أيضا المواضيع التي تتناولها كيف وجدتها أيضا في كتابك؟ طبعا هي الصحف الصدر في الإمارات باللغة الإنجليزية كان في ضرورة لوجودها وهو وجود الوافدين الغير الناطقين العربية خصوصا من شبه القارة الهندية فطبيعي تصدر هذه الصحف اللي تلبي احتياجاتهم وتدي اهتمام أكثر بالوطن اللي بينتموا ليه وبقضاياهم واهتماماتهم الداخلية وصدرت كذا صحيفة مميزة غلف نيوز وغلف تودي ومجموعة الصحف وحافظت على أنها تصدر أيضا ملاحق خاصة بها وأنها تلبي احتياجات ومتطلبات هذه الفئات الموجودة أصلا في المجتمع واللي تعتبر يعني عنصر ثراء أو تميز التجربة الإماراتية بالتعددية والتنوعية وبكثرة عدد الجنسيات حتى يقال الجنسيات في الإمارات أكثر من الأمم المتحدة يعني فكان طبيعي تصدر هذه الصحف تلبي احتياجاتها. جميل جدا. هناك صحيفة أيضا يعني شكلت نوع من الانتقال لابد أن ربما نتطرق إليها في ختام ولو بإشارة يعني دكتور سيد وهي الإمارات اليوم التي صدرت بطريقة مختلفة طريقة التابلوت تسمى التابلويد. تجربة هذه أيضا سأأتي النقطة هذه دكتور أستاذ محمد بس أعود لقليلا للصحافة الإنجليزية أنا أتابع الصحافة القنوات التلفزيونية الأجنبية وخاصة سكاي نيوز البريطانية ولا لديها برنامج يومي صباحي ينقل عن الصحف الأجنبية تحرص على النقل عن الصحف الإماراتية وخاصة صحيفة الجلف توداي والجلف نيوز وذا ناشونال تتصدر هذه النشرات الإخبارية بعيدا عن الصحف الأخرى من الشرق الأوسط كلها وكأنها تنتقي وتركز على الناشونال إذا ناشونال واو فالصحف الإنجليزية مميزة في مضمونها في حرفيتها الصحفية في نكهتها وأسلوبها المختلف في تطبيقاتها لفنون صحفية مختلفة في توظيفها الفنون زي الجرافيكس والإنفوجرافيكس وأشياء بشكل الصحافة الإنجليزية في الإمارات حقيقة بمميزة باستيعابها لكفاءات صحفية مختلفة على صحيح على سبيل المثال ذا ناشونال يعمل بها من صحف من نيويورك تايمز من واشنطن بوست صحفيين متعددين فبيعطوا نكهة للصحف الصحف كمان هذه مميزة بأنها بتشن حملات تدعم الخطط زي حملة القراءة في ذا ناشونال في الفترة الأخيرة أعتقد لها الدور نرجع لصحيفة الإمارات اليوم صحيفة مميزة حقيقة في حجمها في القطع بتاعها في طريقة إخراجها في الصورة اللي بتتصدر الصفحة الأولى في تركيزها على القضايا المحلية في بعدها عن الرسميات في اختيارها القضايا الشعبية لخروجها عن المألوف لإثارتها القضايا شعبية ومحلية وأثارت قضايا وأثارت جدل وأثارت خلافات كثيرة
وعلامة مميزة أعتقد في جميل جدا. آخر تساؤل، مع ظهور الإمارات اليوم وأيضا الرؤية وأخيرا دعنا نقول وهذا التنوع الذي أضافت هاتين الصحيفتين في مشهد الصحافة الإماراتية، لأي مدى نقول أن الصحافة الإماراتية أصبحت محترفة دكتور محمد؟ بالتأكيد الصحافة الإماراتية أصبحت محترفة، والصحفيين الإمارات اليوم أيضا، الإمارات اليوم بجانب يعني دائما الصحف التابلويد في أوروبا تقريبا تعتبر صحافة شعبية صحافة إثارة. الإمارات اليوم عملت معادلة صعبة بين أنها صحيفة شعبية وصحيفة محافظة، يعني تثير موضوعات كثيرة تبعث على الجانب الرسمي ولكنها بشكل لائق ومحترم واحترافي. كذلك الرؤية أخذت جانب آخر مختلف عن الصحف الموجودة، وده يعودنا لسبب أنه في صحف تستمر لأنها بتحاول أنها تقدم طرح مختلف، تناول مختلف، أسلوب مختلف. الصحافة فعلا الإماراتية قطعت شوط كبير من الصحافة المخطوطة التي كانت تكتب بالحبر المستخرج من سمك الحبار إلى الصحف الموجودة الآن على الحاسوب وعلى الهواتف النقالة في سنوات معدودة. فبالتأكيد يعني وفي تجديد مستمر، يعني صحيفة الاتحاد مثلا في التطور الأخير لها أضافت تقنيات كثيرة جدا منها تقنية الكيو آر اللي هي طبعا التطور اللي حصل الأخير تحت عنوان مصدرك الأول. كيو آر أصبح أن القارئ كمان تزوده بمعلومات وأفلام وصور غير موجودة في الصحيفة حيث أنه ممكن يستجد أكثر، يعني أحيانا بعض الموضوعات تجي مثلا 20-30 صورة معها وننشر صورتين وثلاثة حسب المساحة. نعم. يستطيع القارئ أن يتابع بيت الصور من خلال هذه التقنية اللي وفرتها تمت بها صحيفة الاتحاد. جميل جدا، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد يونس على حقيقة حضورك معنا وتأليفك هذا المؤلف التاريخي الجميل والذي يقدم إضافة حقيقة للتاريخ المكتبة الإماراتي من خلال تناول الصحافة من الهواية الاحتراف. شكرا لك دكتور محمد يونس وأنت الأكاديمي وأيضا الكاتب الصحفي، وشكر لأستاذنا الدكتور سيد بخيت وهو أستاذ الإعلام في جامعة زايد. شكرا لك دكتور على حضورك وإضافاتك طيبة في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتنا في هذه الحلقة صحافة الإمارات من الهواية إلى الاحتراف. ربما في هذه الحلقة تناولنا بعض الإشارات وبعض الأقلام، دعنا نقول رؤوس الأقلام حول هذا الكتاب، لكن هناك تفاصيل كثيرة بالإمكان أن تستقوها من خلال هذا العنوان. شكرا لكم وإلى اللقاء.